الأول بس هنعدي بسرعة كده على اللي حصل المرة اللي فاتت. احنا اتكلمنا على البيزكس للبيم، الهيستوري، الماتيوريتي، الدايمنشنز، ليه عايزين نستخدم بيم، البرنسبلز بتاعتنا ايه، ايه الأوبستكلز اللي بدأت تظهر لما بدأ يحصل امبلمنتيشن، واخدنا بريف سريع كده عن اللين مانجمنت، الديفينيشن بتاعه تويوتا هاوس، واتكلمنا عن الاي بي دي الانتجريتد بروجكت ديليفري، وشفنا الاندرستاندنج ايه المقصود بيه والبرنسبلز بتاعته سواء كانت المين او الاديشنال، واخدنا زي شويه ثيوريتيكال فاونديشنز بسيطه للبرودكشن والمانجمنت، ودول اللي هيساعدونا النهارده في حاجات كتير. ده الكور بتاع السيشن بتاعت النهارده، ان شاء الله نقدر نخلصهم. هو التشاتا واي ال 14 برنسبل اللي كانوا اساس في اللين مانجمنت. طيب قبل ما نبدا في البرنسبلز دي، ايه هو اللين؟ اللين هو طريقه مانجمنت بيعمل اناليسز لكل الكونديشنز اللي موجوده، وبيتعامل مع اي اكتيفيتي على ان هي كانها حاجه لازم يتعمل لها اناليسز كامل ايا كانت الاكتيفيتي دي ايه. وده اللي ساعد ان اللين لما ظهر في الاول كان بيستخدم للمانيفاكتشرنج، كان في الصناعه، ولكن لما السيستم بتاعه او طريقته بتبدا تستخدم في الديزاين والكونستراكشن بدا يثبت نتائج كويسه جدا، فعشان كده بدا ينفع يتطبق في اي حاجه. بناخد الكور بتاعه ونبدا نستخدمه. طيب هدفه الاساسي ايه؟ هدفه الاساسي ان يشيل اي ويست، اي والويست احنا اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت، زي الحاجات الاوفر برودكشن، الانفنتوري، الماتيريال، الويتنج، دي كلها ويست. هو اللين مانجمنت عايز يشيل الويست دي، وفي نفس الوقت عايز يحقق الكاستمر ريكويرمنت او الكاستمر ساتسفاكشن اللي هو اساس الشغل اللي موجود. يعني ما ينفعش الكلاينت يكون طالب واحد اتنين تلاته وانا كديزاينر او مدام سلمان اربعه وخمسه وسته وسبعه كمان واقول له انت كده واخد اكتر، لا انا كده ما حققتش. ودي الثيوري بتاعه الفاليو اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، ان الكلاينت بيبدا يحط شويه طلبات، الديزاينر بيبدا يحققها له، ونفس الكلام ممكن يكون في شويه متطلبات من مثلا من الكونسلتنت لسبلاير، يبدا السبلاير يحققها. فالكاستمر ساتسفاكشن ده من الحاجات المهمه جدا. طيب كده احنا بقينا فاهمين ايه المقصود باللين. طيب كلمة لين او السيستم ده اتوجد منين؟ شركة تويوتا، دي الشركة بتاعت العربيات، بدأوا من سنة 1912 لغاية 1990 كانوا عاملين زي شركة عندهم كأنها تجارب، ويجربوا ويحطوا سيستم ويغيروا ويجربوا لغاية لما استقروا على السيستم بتاعهم سنة 1990، ونزلوا الكتاب اللي هو ذا تويوتا واي ال 14 مانجمنت برنسبلز، نزلوه في 2004. الكتاب ده حلو جدا جدا وسلس وبسيط، واللي هيقراه فعلا هيبدا يتعلم منه، مش بس علشان يربط اللين بالبام او يستخدمه في المانجمنت، لكن هو بيفتح طريقه تفكير كتير، وبيوضح قد ايه في حاجات ممكن تتعمل بطرق مختلفه وتدي نتائج، النتائج اللي المفروض نوصل لها. هنمشي ازاي السيشن بتاعت النهارده؟ هنتكلم على كل برنسبل، وهنبدا نشوف البرنسبل ده الكي بوينتس بتاعته ايه، ونعمل له ريفلكشن على الديزاين والكونستراكشن. لان نقطه مهمه جدا، البرنسبلز دي لما اتحطت كانت محطوطه على ان الشركه شركه مانيفاكتشرنج تصنيع، على ان الشركه شركه مانيفاكتشرنج تصنيع، واللين اول مستخدم بيستخدم في التصنيع، ما كانش بيستخدم في ديزاين والكونستراكشن. فاحنا كل حاجه منهم هنحاول بعد ما نقول البرنسبل نربطها بالبن ونربطها بالديزاين والكونستراكشن. اول برنسبل كان عايز انك تكون بتعمل لونج تيرم فيلوسفي او لونج تيرم ريليشن شيب. ايه المقصود باللونج تيرم فيلوسفي او اللونج تيرم ريليشن شيب؟ المقصود بيه هنقيسه على تو سكيل. السكيل الاولاني كسكيل شركه، لازم الشركه تكون بتبني علاقه قويه مع الموظفين اللي موجودين. ما ينفعش ان الهايرنج يكون سريع، وللاسف دي من المشاكل اللي موجوده دلوقتي.
ان شركات كتير التيرن اوفر فيها سريع جدا جدا، موظف يجي شهر ويمشي، يجي شهرين ويمشي. طيب ما هو انا كده ما بنيتش لونج تيرم ريليشن شيب، ما بنيتش فيلوسفي اصلا. نفس الكلام، كلاينت يجي الشركه مره يعمل مشروع واحد ويمشي، لازم يتعمل اناليسز ويتفهم ليه حاجه زي كده بتحصل. لان المفروض البرنسبل اساسه بيقول ان احنا نعمل لونج تيرم ريليشن شيب حتى لو ده هياثر على الفاينانشال جولز. الناس في الماركتنج بتستخدم الكلام ده وفعلا بتطبقه وفعلا بيجيب نتيجه. زي بمثال بسيط جدا، لما منتج بيكون نازل جديد بتلاقي المنتج رخيص جدا وبتلاقي عليه عروض كتير جدا السيرفيس بتاعته هايله، لان هو لسه ما عندوش اي بيز، فهو بيعمل الفلسفه بتاعته. هنتكلم قدام شويه على ازاي يحافظ عليها، ولكن كبيز هو بيعمل لونج تيرم فلسفه. فاحنا محتاجين نعمل اللونج تيرم ده مع الامبلويز، مع الموظفين الموجودين، ومع الكاستمر. طيب نفس الكلام ده بيكون في شركات ديزاين والكونستراكشن. ما ينفعش استشاري يروح يعمل مشروع ويقول ما هو مشروع وخلاص وانا مش هحتك بيه تاني. لا، المفروض انك بتشوف الكاستمر ساتسفاكشن وبتحقق لونج تيرم ريليشن شيب حتى لو انت هتأثر على الماديات في الفتره الاولى. نفس الكلام مع المقاول، ما ينفعش ان المقاول ياخد الحاجه من الاستشاري ويبدا يغش فيها ويبدا يتلاعب في الشغل. طب ما هو الاستشاري بيعرف بعد كده والكلاينت بيعرف بعد كده، والنتيجه ان في مجموعه مقاولين الناس خلاص سمعته ما بينفعش تشتغل معاه مره تانية. وده المقصود باللونج تيرم فيلوسفي، انك تعمل سمعه طيبه وانك تكون عامل اساس لشغلك لفتره طويله، مش لمشروع وهيخلص. طيب البرنسبل الثاني كان ان كل المشاكل تظهر وانك تكون محدد الفلو بتاعك عامل ازاي. احنا المره اللي فاتت كنا اتكلمنا على الفلو ثيوري، بس الكلام ده لو احنا جينا نطبقه عندنا هنطبقه ازاي؟ هناخد مثال، مثلا ريزيدنشال بيلدينج، وبيلدينج كبير جدا، ولكن واقعيا هو تو تايبس، زي مثلا تايب 1 بيدروم وتايب 2 بيدروم. السيكونس المظبوط علشان حاجه زي كده تطلع مظبوطه ان بيتعمل موك اب، حتى لو اتكلمنا على ديزاين موك اب ويتوافق عليه ويكون في موك اب في الموقع، فالشغل كله يطلع مظبوط. طيب كده انا مشيت باوبشن 1 بيس، ان انا عملت يونت واحده، واليونت الواحده دي ببدا اتاكد ان كل حاجه فيها تمام، وبعدين ابدا اطبقها على الباقي كله. ده اوبشن. طب الاوبشن التاني ان الناس تبدا تشتغل، الحاجه كلها تتعمل، وبعدين لو انا اكتشفت غلطه واحده، للاسف الوقت اللي بيتاخد علشان يتعمل كوركشن للغلطه دي مش هيبقى غلطه واحده، هو هيبقى بعددهم. يبقى في الحاله دي ان ما ينفعش ان احنا نثبت الفلو. الفلو ده حاجه مرتبطه بالبروسيس ومرتبطه بالاكتيفيتي اللي المفروض تتم. ما ينفعش ان انا اقول انا في كل شغلي همشي ان انا بعمل بالوان بيس او حاجه زي المكن، او ان انا لا ده انا بس بستخدم الموضوع كله. لا، في ان انا بدرس الكيس وبشوف الويست ممكن يجي منين، وبشوف الاكشن المفروض يتاخد وبعدين ابدا فيه. عشان كده ظهر حاجه عندنا اسمها اللين سيل. اللين سيل دي يعني كاني هنفترض ان انا بنتج حاجه، فلو انا بنتج حاجه الاحسن اني انتج حاجه واحده ولا اني انتج كتير؟ الكلام ده ظهر بصوره قويه جدا لما جم يشتغلوا بالبري كاست البانلز اللي بتستخدم. لو انت مصنع والمصنع ده بينتج خلينا نقول 1000 لوحه في اليوم، 1000 بورد اللي هي مثلا 60 في 2 متر او 60 في 3 متر، ايا كان الدايمنشن بتاعتها ايه، ولسه هو في الاول. طيب تنتج 1000 واحده وبعدين تكتشف ان الكومبوننتس كانت غلط، فده كله هيبقى بالنسبه لك ويست، ولا تنتج واحده وتعمل التست بتاعك عليها وتتاكد ان كل حاجتك مظبوطه وبعدين تعملها؟ لسبب بسيط جدا، اي اكتيفيتي بتتم غصب عننا بيكون فيها جزء من الويست، حتى لو هو ويست انك بتنقل ماتيريال من مكان لمكان، ما دام مفيش فاليوم ميجرت من البروسيس دي فهو بالنسبه لنا يعتبر ويست، لان الوقت ده
متحمل على تاسك تانية، هدفي اني كنت انقل الماتيريال من المكان ده للمكان ده، عشان انقل في ترانسبورتيشن، في ويست، ويست اوف تايم، الويست ده متحمل على البروسيس نفسها. فخلينا نقول ان اي حاجة فيها ويست، بس احنا بنحاول ان احنا نقلله. طيب لما انا اعمل ويست لألف قطعة وبعدين ارجع اعمل كوركشن لألف قطعة، غير لما يكون عملت او اتحملت ويست القطعة الواحدة وعملت كوركشن لقطعة واحدة، فبدأ الفلو يبقى عندي مظبوط. من الحاجات المهمة جدا 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 ان انا ما بقيسش بالكم. هو معلش احنا مش بتشتري برودكت، انت بتقدم بروسس او بتعمل اكتيفيتي. فانا مش مثلا والله انا نزلت اشتريت 100 حاجة راجع 100 شنطة، فانا كده النهاردة بقى الفاليو عندي مظبوط جدا. لا، هي الفكرة ان 100 حاجة اللي اتعملوا دول هم دول اللي كان المفروض يتعملوا، هي دي الكواليتي اللي كان المفروض تطلع بيها، اتعملوا في الوقت المظبوط، اقدر اعمل لهم امبروفمنت. الفاليو احنا اتكلمنا قبل كده على الفاليو، ان انا لازم اكون بحقق الكاستمر ساتسفاكشن. فهل ده اتحقق ولا انا عملت بس مش هو ده المطلوب؟ عادي جدا ان اوقات كتير ناس بتشتغل وفعلا بتشتغل كتير، ولكن الريزلت بتاعها ملوش علاقة بالمطلوب، فهو واقعيا اشتغل بس يوزلس، لان ما حققش الفاليو، ما وصلش الكلاينت ان ياخد الفاليو اللي كان مستنيها، وطبعا خسر الوقت وخسر الفلوس وخسر الفلو. طيب البرنسبل الثالث كان الاوفر برودكشن، والاوفر برودكشن هو دايما كل البرنسبلز تقريبا مربوطه ببعضها، ولكن كل برنسبل بيبدا يبص على الموضوع من وجهه نظر مختلفه. اوفر برودكشن دي يعني لو احنا هنتكلم على البرودكشن كبرودكشن، احنا عندنا تو اوبشنز، يا اما بول يا اما بوش. بول دي ان انا الكلاينت طلب وانا حققت خلاص مفيش مشكله مفيش عندي زياده. طيب البوش ان بيكون يا اما اكسبكتد يا اما كل ما بيخلص، زي مثلا البنزين بتاع العربيه، انت ما بتقدرش تحط له وقت بريودك، يعني مش هقول والله انا كل يوم جمعه هحط بنزين في العربيه، لا، وارد انك تيجي في يوم تسافر فهتحط تحتاج تحط مرتين في العربيه، ووارد انك تقعد في بيتك 10 ايام 20 يوم فما تحتاجش تحط خالص. فده بوش، انك بتحط كل ما بتحتاج، كل ما بيبدا يظهر عندك نيد للسبلاي تبدا تعمله، ومعتمد شويه على البريدكشن، يعني لما هتلاقي ان العربيه فيها شرطه او اتنين فانت خلاص انت عارف انك مثلا النهارده اخر يوم انا محتاجه احط بنزين، او انا محتاجه احط بنزين بكره، فده اكسبكتد وفي نفس الوقت هو مرتبط بالنيد. طيب البول، لا انت بيطلب مني، فانا والله معايا ليست بحاجات انا هوردها. طب الليست دي مظبوطه؟ يعني لو احنا جينا على الكونستراكشن، ما ينفعش اني مثلا ابقى فرحانه اني هورد الماتيريال للموقع كلها. طب هتتحط فين؟ هل اتدرس الستوك بتاعها؟ هل اتدرس المانجمنت؟ هل انا ضامنه ان الماتيريالز دي كلها لما هتكون موجوده في الموقع هقدر احافظ عليها وهقدر استخدمها؟ وهل انا ضمنت ان مش هيجي عليا ماتيريالز ثانيه اهم ومحتاجه ان انا احطها في الموقع وابقى مش لاقيه لها مكان؟ فهو ده ان بيستخدموا حاجه اسمها جي اي تي، جاست ان تايم، يعني لازم اكون عارفه الحاجه اللي انا محتاجاها دي محتاجاها امتى. طيب لو انا جيت اربط ده بالبن، هربطه ازاي؟ احنا دلوقتي المفروض لو احنا شغالين بين مظبوط، فاحنا اوريدي عندنا ال 3 دي مودلز وعندنا الكونستراكشن سكادولز، ايا كانت معموله على ايه، على بريمافيرا، على مايكروسوفت بروجكت، ايا كان، وهنقدر نربطها مع المودلز بتاعتنا عشان نقدر نطلع التايم بتاعها ك4 دي. طيب من الجداول دي ومن البروسيس دي نقدر نعرف الجداول بتاعت الماتيريال، فبدل ما يبقى كل سبلاير عنده شويه ماتيريال يقوم موديهم على الموقع، لا، احنا محتاجين والله ستوك من كذا يوم كذا ومن كذا يوم كذا، فالجدول ده هيخلي الماتيريال كلها تكون جاست ان تايم.
يبقى وفرنا الستوك بتاعها، ووفرنا التأمين الانشورنس بتاعها. طبعا حوادث كتير جدا سرقات بتحصل في المواقع، فاحنا تجنبنا اصلا الجزء ده، وفي نفس الوقت ما ارهقناش الموقع، ما جبناش حاجة مكان حاجة. ودي من الحاجات المهمة جدا، ان الحاجة تكون just in time. طيب البرنسبل الرابع كان، هي في مصطلحات كتير هي بالياباني، لان هم لما جم يعملوا لقوا ان هي دي المصطلحات اللي كانوا بيستخدموها. فمثلا البرنسبل 4 ده هو انك تكون بتقدر تعمل ليفل اوت للورك لود بالاكسبريشن بتاعهم، يعني هم بيقولوا عليها هي جنكه، انك تقدر تشوف الورك لود بتاعك. وبدأ يقول لك خد بالك من حاجة، تجنب ان يكون عندك ويست، او ان يكون عندك اوفر بيردن او ايفنس. بمعنى ايه؟ يعني ما ينفعش، وللأسف دي برضو بتحصل بصورة سيئة جدا في شركات كتير، ان يجي عليه وقت يبقى ضاغط الناس بصورة قوية جدا، الناس ما بتروحش، والناس ما بتنامش تقريبا، وفي ناس بتبات في المكان لمجرد ان هي مش قادرة تروح، شغل كتير جدا. طيب ما ده اوفر بيردن، انا بموت الناس، ده بيجي على حساب الكواليتي، فانت كده بتنجلكت الكواليتي. لان طبيعي البني ادم لما هيشتغل اكتر من طاقته مش هيقدر يطلع الكواليتي المطلوبه. طيب في نوع تاني، هو ان بيبقى الناس فاضيه جدا، ما عندوش شغل، بيروح مكتبه الصبح ما بيعملش اي حاجه. طيب ما هو ده ويست، لان هو مبدئيا الشخص ده ما بينتجش. في نوع تالت من الشركات عنده الحالتين، يا فاضي قوي يا مشغول قوي. طيب الحل في ده ايه؟ ان لازم يتعمل زي استيميشن للورك لود. زي مثلا احنا شركه اهو ومعانا 3 أو 4 مشاريع، طيب ال3 أو ال4 مشاريع دول يكونوا متوزعين، ما ينفعش ان احنا نضغط الناس كلها في وقت وبعدين نيجي في وقت تاني نخلي الموضوع ما فيش شغل خالص. طيب واقعيا بيجي اوقات ما بيكونش فيها شغل، يبقى نستغل الاوقات دي علشان الوقت اللي بيكون فيه شغل كتير يعني نكون منظمينه، يكون مترتب. ما ينفعش فجأة اضغط الناس، وبعدين لازم يكون عندنا برودكشن للماركت. في كيس دلوقتي بقت موجوده جدا زي مصر دلوقتي، احنا عندنا هنا شغل في مدن كتير، العاصمه والمدن الجديده والكلام ده كله. طيب احنا عارفين ان في ضغط شغل لفتره طويله جدا، لازم المكان يكون بيعمل برودكشن، قادر يعرف هو مكانه فين من المكاتب وطاقته تتحمل قد ايه، ويبدا يتعامل على الاساس ده، سواء هيعين تعيينات جديده، سواء بيجهز سيستم مختلف لمكتبه، علشان ما يجيش عليه وقت ويلاقي نفسه انه خسران، ما معهوش شغل، فيبقى كل اللي موجود ده ويست، او ان هو ضغط بزياده جدا، وده هيكون ليه نتيجه ان هيأثر عليه الكواليتي، مش هتطلع بالصوره المطلوبه، طبعا هيفوت المواعيد كلها، مش هيقدر يلتزم بجدول المواعيد. وفي نفس الوقت هو ما استثمرش الناس اللي عنده، هي الناس اللي عنده دي مش هتقدر تتحمل ولا تكمل بالصورة دي. انت ممكن يحصل دروب في وقت فالناس تشيل المكان، وده بيحصل وده امر طبيعي بالذات في مجالنا، بس الكونتينيوتي على كده ده مستحيل، لان الناس طاقتها مش هتتحمل. فلازم يكون متقسم الورك لود، ويكون مفهوم، ويكون معمول برودكشن، ويكون في بلان، ما يبقاش ان احنا يا فاضيين قوي يا مشغولين قوي. stop to fix ده principle 5. stop to fix دي موجودة على two categories، موجودة على category لو احنا قلنا في الديزاين والكونستراكشن في المجال، اوقات كده الناس تفضل تقول لك طب كمل بس، طب يا سيدي هكمل عليه، كمل بس وبعدين ربنا يعدلها. مش هو ربنا يعدلها، بس انت هتكمل على اساس ايه؟ لما يكون عندك، وده بيحصل كتير جدا، ان المعماري غير شغله. طيب هو انت في ناس شغاله وراه، في انشائي شغال معاه، في ام اي بي، لو الموقع شغال فاوريدي في شغل في الموقع. فلو انت بتعدل في ديزاين ازاي عايز تكمل؟ ده حاجه مش مفهومه جدا جدا. لا
لازم يكون في زي alert. طيب ده example. في example تاني، ان say whatever الماتيريال اللي متورده والماتيريال دي فيها مشكلة، طب نكمل ولا هنعدل؟ هو ده القرار. ما ينفعش ان يبقى عارفين ان في حاجة غلط والحاجة الغلط دي هي اللي تكمل. عشان كده ظهر حاجة اسمها اندون. الاندون دي يعني انك في مشكلة كواليتي، في مشكلة موجودة لما يجي تتحل. ما ينفعش ان احنا والله احنا عندنا مشكلة، مفيش بلدرز بورك، نسيوا يعملوا فتحات، ايا كان نسيوا يعملوا فتحات ايه، قصر. طب ما هو انت ما درستش التكسير ده، فانت كده ممكن تعمل كواليتي بروبلم وتكنيكال بروبلم. لكن لما اجي احل حاجه زي كده لازم افضل اسال واي. هما بيتكلموا ان هما 5 وايز، تسال 5 مرات لغايه لما توصل للاساس بتاع الموضوع ده. نفس الكلام بتاع الانتجريتد بروجكت ديليفري اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، ان الناس كلها تكون مع بعض. ما ينفعش في ممكن حد ياخد الكلام ده ويبدا يقول لك ايه، طيب مش خلاص تمام انا حصلت مشكله فانا هوقف وهحلها. لا، هي مش هحلها، هي هنحلها. كل الـ involved parties تكون موجوده في الاناليسز، فلما يتاخد قرار يبقى مدروس الريفلكشن بتاعه على باقي السيستمز. فما يجيش سيستم بعد كده يبقى متضرر، والله الناس تقول ما هو احنا عملنا ستوب تو فيكس. لا، ما هو انت مسكت البرنسبل بس طبقته غلط، فيبقى انت كده ما عملتش حاجه. انت لما تستخدم حاجه لازم تستخدمها مظبوط، والهدف اصلا من حاجه زي دي هو انك ما تعملش ويست. فزي مثلا احنا حصلت مشكله النهارده ووقفنا الشغل النهارده وقعدنا وعملنا الميتنج، كل الناس موجوده واتاخد قرار، والقرار ده كل الانفولفد بارتيز موافقه بيه ونفذنا بكره. فاحنا خسرنا في ويست اوف تايم. الويست ده خلينا نقول ايه، يوم مثلا. اوكي طيب انا في الموقع وحصلت المشكله وخدت القرار دلوقتي وخليت الويست دقيقه والناس اشتغلت، جينا بعد كده اكتشفنا المشكله، هنضطر نقف مره تانية. بس لما هنقف المره التانية هنضطر نعمل الاناليسز اللي احنا عملناه له سكيب المره الاولانيه، وهنضطر نتحمل كوركشن لكل الوقت اللي حصل. فطبعا ده مأساوي جدا، لان هو كده خلى الويست مش مضاعف، لا هو ضرب الويست في 3 في 4 في 5. كل ما الوقت بيتاخر كل ما ده بيزيد. في اكزامبل صغير في السوفت وير، لما الناس بتكون شغاله على الريفت، في ناس كتير قوي بتتضايق من ان مثلا حد بيكون شغال على ورك سيت، والورك سيت دي هو اونر ليها، وحد تاني ديسبلين تاني خالص جاي كده بيشتغل كوردينيشن، فهو بالنسبة له حاجته يعني انا بتكلم على كيس اللي ما عندوش سيستم، فانت بتفرض عليه السيستم. هو عايز ينقل حاجة من مكانها، والحاجة دي اصلا هو مش اونر ليها ومش ديزاينر ليها. لو انت مش حاطط ريستريكشن ومش متحدد مين المسؤول عن حاجة زي دي، وجيت انا مسكتها دلبتها، خلاص انا بالنسبه لي كان عندي مشكله ان الحاجه كانت خابطه في بعضها وانا حليت المشكله، خلاص اتحلت. بس ده مش حل، لان هيجي اللي اشتغل على الحاجات دي تاني يوم هلاقي نفسه كل شغله طار مش موجود. وزياده على كده، وارد لاي ظرف من الظروف ما ينفعش يرجع. تكلفه اصلاح حاجه زي كده اكتر بكتير جدا من ان كان الشخصين دول يتجمعوا ويتفقوا على مين بيعمل ايه وخلاص الموضوع خلص على كده. فالكواليتي مهمة جدا مع حل المشكلة، مش بس ان نحل المشكلة، مش هنمشي الموضوع واحنا عارفين ان ليه ابعاد تانية وفي اطراف تانية موجودة. طيب standardizing البروسيس، وان يكون عندي ورك فلو يضمن ان يكون عندي continuous improvement. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا دلوقتي وصلنا كشركة ان عندنا والله لقينا ان افضل نظام كبروسيس مثلا ان فلان مسؤول عن كذا وفلان مسؤول عن كذا. لما بيجي لنا حاجة مثلا بنعمل لها ديزاين، في سيكونس 1 2 3 ماشيين بيه،
جربنا وجربنا كذا مرة وعملنا بايلوت بروجكت ووصلنا للكلام ده. طب ليه هعمل الستاندرد؟ حاجتين. السبب الأولاني إني بكسب بيه وقت في الوقت الحالي. لما يكون عندي ستاندرد وماشية بيه والبروسيس خلاص ثابتة، بوفر على نفسي. زي بالظبط لما حد بيروح شركة جديدة وبيلاقي مانيوال في الشركة، فبيفهم، مش هيجي مع كل حاجة يبقى مش فاهم ايه المفروض يتعمل. لا خلاص، عندي مانيوال وعندي سيستم انا شغالة بيه. طب هل دي الفايدة الوحيدة اللي من حاجة زي كده؟ لا، الفايدة اللي اكبر من كده هو ان انا بعمل ريكورد باللي انا بستخدمه دلوقتي عشان اعرف اعمل له ديفلوبمنت. وارد جدا جدا ان السيستم يتغير. احنا مش بنعمل الستاندرد عشان نثبت الستاندرد، لا، احنا بنعمل الستاندرد عشان نعرف نعمل له ديفلوبمنت. ما ينفعش اعمل ديفلوبمنت لحاجه مش فيكسد او مش ستيتد. فالستاندرد يبقى موجود وبعدين يتعمل له ديفلوبمنت. وما ينفعش الديفلوبمنت ده اقول والله مثلا فلان مسؤول عنه، لا، الموضوع دايما دايما معتمد على كل الناس اللي موجوده. الهيومن فاكتور لسه هنتكلم عليه قدام في برنسبلز تانية، ولكن ما ينفعش اني اقول ان الديفلوبمنت ده مسؤولية شخص اسمه اكس. ممكن يكون اكس ده هو اللي بياخد القرار، ولكن اكس ده بيجمع الانفورميشن من كل التيم اللي موجود صغير او كبير، لان المشاكل اللي بتظهر عند كل شخص موجود في المشروع مختلفة عن الشخص التاني، فما ينفعش ناخد جزء ونجلكت الباقي. عشان كده الموضوع مهم جدا ان كل الناس تكون involved. الفيجوال كنترول مهم جدا انك يعني لو قلنا اكزامبل بسيط، لو حد اداك 3 ورقات تقراهم وحد اداك صورة زي دي، اي جدول من الجداول دي، الجدول ممكن تمسك 10 دقايق وتقراه، لكن ال3 ورقات ممكن تقعد فيهم نص ساعة وساعة على بال ما تبدأ تستوعب اللي فيهم، ويا هتفهمهم يا مش هتفهمهم. الفيجوال كنترول مهم جدا. طب الفيجوال كنترول ده ظهر عندنا ازاي؟ لما بنستخدم سيستم البرم، خلينا نقول ان احنا الناس لما كانت بتشتغل كاد كانت شايفة 2D lines، او حتى لما اشتغلت 3D كاد، اي سوفت وير 3D مش شرط كاد، يعني سواء ريفت كاد اي حاجه، بدات تشوف الحاجه 3D، فبدا احساسه بالحاجه يكون مختلف. بدا يستوعب ان والله لا، ده المكان كده مش هيكفي، بالذات لما بنيجي لحاجات الكوردينيشن في الام اي بي والسيلينج والحاجات تبقى موجوده كتيره جدا، تبدا تشوف مين بيعدي مين بيروح. الكلام ده كله ما بتقدرش تحدده بنفس السهوله وبنفس السرعه على ال2D. فاحنا كده اتاكدنا ان الفيجوال كنترول حاجه مهمه. بس هل الفيجوال كنترول هو كده بس؟ لا، الماتيريال في السايت فيه مشكله كبيره جدا، ان ما بيبقاش معروف ايه فين وبتاع ايه. الستوك ما بيبقاش متحدد، ده لان الناس عربيه جابت ماتيريال بيدخل على الستور، عربيه جابت حاجه تاني بيدخل. فين الليبلنج بتاع الحاجات دي؟ للاسف مفيش. طب عايزه اعرف عندي من الحاجه دي ستوك قد ايه؟ نادرا ما بتلاقي موقع عارف، لان هم دايما معتمدين احنا محتاج فجاه كده محتاجين ماتيريال. يا سيدي طب قول قبلها محتاجينها والموقع هيعطل. وكلمه موقع يعطل دي بتكهرب كل الناس الموجودين، فكل واحد بيعرف يتصرف بيتصرف عشان الموقع ما يعطلش. في حين ان احنا في طريقه منظمه اكتر من كده بكتير جدا نقدر نستخدمها، فيبقى احنا عملنا كنترول على الماتيريال وعملنا فيجوال كنترول. مش بس الكنترول اللي انا بقيت عارفه، لا، انا سهلتها ان هي فيجوال كنترول وشلت الويست، لان ممكن اطلب ماتيريال في وقت ما ينفعش تتجاب فيه. ممكن الاقي نفسي طلبت ماتيريال والماتيريال موجوده، بس نتيجه ان انا مش عامله فيجوال كنترول ومش عارفه اصلا الستوك عندي ايه، فبدات اجيب ماتيريال مش عارفه اشيلها. فتعمل سيستم اسمه 5S. 5S اللي هو ده بيبدا من السورتنج، يعني انا كل ماتيريال عندي في الموقع بتاخد تاجنج.
سواء يعني بقسمهم بس الاول، دي مثلا زي مثلا دي كيبلز بخلصهم دول مع بعض، يعني بلاش اللخبطه، بلاش الستور رومز اللي بتبقى كلها مقلوبه على بعضها. سورتنج اول حاجه. طيب وبعدين هحط ليبل لكل حاجه منهم وتاخد لون علشان تسهل علينا. فخلاص والله انا من بعيد انا شايف ان الكورنر ده زي باللون مثلا الازرق، فخلاص انا عارف ان دي ماتيريال كذا. طيب ثالث مرحله شاين، يعني ما بلاش يعني بلاش جو ان احنا لو كان مثلا طالب روق اوضته وهو بيذاكر ويومين ثلاثه والاوضه رجعت تاني زي ما كانت، لا هو الموضوع مش كده. هو الموضوع انك لازم دايما الستور بتاعك يكون نظيف ومفهوم ايه اللي موجود فيه. عشان كده بيروح للرابع اس الستاندرايز، يبدا يعمل لها ستاندرد علشان يحافظ على اول ثلاثه السورتنج والستريتن والشاين. طيب خامس حاجه هي السستين، ان دايما يكون في كونتينوس امبروفمنت، دايما يكون عندي طريقه مختلفه، مش شرط تكون مختلفه، ولكن لقيت طريقه افضل عشان احافظ بيها على السيستم، احافظ بيها عليه. دي ظهرت هنا، دي المفروض انها تكون الاوبيا روم او البروجكت روم او السايت روم او الكنترول روم، دي الاوضه اللي اقدر من خلالها ادير المشروع مظبوط. ميتنج روم عاديه جدا، ولكن لو بصينا على البورد الوايت بورد اللي موجود هنلاقي ان لو انا عايزه اعرف المشروع ايه هلاقي، لو عايزه اعرف البروجرس وصل لايه هلاقي، معتمدة على الفيجوال كنترول، معتمدة على ان الداتا كلها تكون سهلة وواضحة، معتمدة على الدامنج اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت اللي هو بي دي سي اي، ان بعمل بلان دو تشيك اكت، كل ده على اي 3 بيبر، بحيث ان انا ظهرت عندي مشكلة على طول الناس كلها تكون موجودة ونقدر كلنا نتحكم فيها. كيس المشروع واضحة عند الكل، حتى الكلام ده مش عارفة بس هي كده واضحة ولا لأ. الشارت دي المفروض ان الشارت دي انديكيشن للحاجات الالوان اللي موجودة، الستوك اللي كان موجود في الموقع، فبالماتيريال اقدر اعرف كويس جدا. بالبلاننج احنا عارفين والله ان الفترة الجاية ده البلان بتاعنا وده بلان الماتيريال اللي محتاجينها، فما نتفاجئش. ما ينفعش ان اجي النهارده اقول انا محتاجه ماتيريال بكره، لا لازم اكون عارفه كويس قوي عشان نكون عاملين كوردينيشن مع الستوك اللي عندنا، ولا يبقى عندنا زياده ولا يبقى عندنا اقل. البرنسبل الثامن في ناس بتتضايق منه شويه، لان هو بيقول لك استخدم تيست التكنولوجي وتكون هتخدم الناس عندك. المفروض التكنولوجي دي بتخدمنا مش بتضايقنا، بمعنى في مشروع احنا مثلا لو انت عندك مشروع وبتعمل البام اكسكيوشن بلان، من ضمن البام اكسكيوشن بلان او من ضمن البلاننج بتاعك اصلا لاي مشروع لازم تقول هتستخدم ايه، ايه السوفت وير اللي هتستخدمه وايه الفيرجن اللي هتستخدمه. حاجه مثلا زي ان الرافت، والله انا مثلا اشتغلت على بدانا 2019 خلاص، وانا حد بحب التكنولوجيا جدا، فنزل 20 او نزل 21 هوب قلبت المشروع كله على 20 او 21. طيب مبدئيا باقي الناس مش شغاله معاك على نفس الفيرجن، فانت ما ينفعش تاخد نفسك من وسط المشروع وتقول انا هشتغل كذا. دي اول حاجه. تاني حاجه، هل انت عارف ان الفيرجن الجديده دي مش هتسبب لك مشاكل؟ ما هو مش تستد، ممكن تكون المشكلة دي مش واضحة لما يكون فيرجن وفيرجن أحدث مني، ولكن لما يكون سوفت وير وسوفت وير مختلف خالص. لو احنا فرضنا ان في دلوقتي مثلا الناس كلها مجمعة على ان الريفت هو أقوى سوفت وير الناس بتستخدمه وكومباتبل مع حاجات كتير وعنده اوبن سورس مع حاجات كتير، فا اوكي تمام. نزل سوفت وير جديد اسمه اكس، واكس ده اتعمل له ماركتنج قوي جدا وناس بدأت تعمل له ان قد ايه هو مفيد، الكلام الجميل ده كله. طيب فجأة حد قام قالب شغله واشتغل باكس ده وبعدين ما اشتغلش، عادي جدا. طب ما هو انت كده خسرت، انت السوفت وير احنا بنستخدمه علشان نطلع
طلع شغل، مش علشان بقى احنا اللي مسخرين السوفت وير، هو في الاخر تول، واليوزر هو اللي بيتحكم في ما الكواليتي اللي طالعه من التول، فما ينفعش ان نخلي تول يتحكم فينا. في اكزامبل، وده اكزامبل حصل قدامي في شركة، الناس شغالة تمام والدنيا تمام مفيش مشاكل خالص. فجأة حد من الناس اللي شغالين، يا جماعة احنا ايه ممكن نشتغل بيم 360. طيب مش عشان البيم 360 وحش، ولكن كيس المشروع ما كانتش محتاجة ده. الناس كلها كانت شغالة في نفس المكان، ومش على كونتاكت مع حد براهم، وكلهم قاعدين تيم واحد في مكان واحد، ومحدش بيشتغل من بيته، الناس كلها شغالة في نفس المكان، والناس اصلا ما بتعرفش تتعامل معاه، مفيش حد عارف يتعامل معاه. طيب نتيجة ده ايه؟ الناس مش عارفة تشتغل، بدأت تظهر مشاكل، حصل ويست. في حين ان احنا التست التكنولوجي اللي هي تقريبا نفس السوفت وير، ولكن بفاسيلتيز اقل، وفي الاخر انت بتمانج الموضوع. لو كانت الناس دي كملت على رافت عادي جدا، ما احتاجتش انها تعمل الكلام ده، كانت وفرت وقت. في كيس تانية، لا والله ده احنا المقاول الموقع في المكان الفلاني، ومعانا حد شغال في المكان الفلاني، واحنا هنا كل واحد مننا في مكان، ومحتاجين نعمل مانجمنت للمشروع بصورة معينة علشان شغلنا فيه حجم كبير، مش مجرد ان احنا تاسك صغيرة فيه. لا، في كيس زي دي لا طبعا، الموضوع محتاج ان اليوزرز تكون موجودة، وحتى لو عندنا مشكلة يبقى نخلي ناس مهيئة لده، لكن ما نبقاش تكنولوجي اورينتد، ان احنا كل حاجة جديدة تظهر في التكنولوجي من قبل ما ندرس ومن قبل ما نشوف كومباتبل معانا ولا لا، هتإليمينيت ويست ولا لا، هنستخدمها اصلا ولا لا، هو ده المهم، لان اساس شغلنا اليوزر، الشخص اللي بيشتغل. اشتغل صح بيطلع شغل صح، اشتغل غلط هيطلع شغل غلط، اللي هيترجم بعد كده لوقت وفلوس غلط. طيب Principle 9، بدأوا من هنا يتكلموا على الناس، مش بس على البروسيس، مش على الفلو، مش على طريقة ترتيب الشغل، لا، بدأ يتكلم انك ابني grow leaders اللي بيفهموا الشغل، understand the work، وفي نفس الوقت يكونوا matching مع philosophy المكان. يعني لو هنتكلم على مكان، المكان ده لازم يكون عنده vision واضحة، ويكون عنده فلسفة واضحة، علشان الناس اللي تتعين على ده أو تكون موجودة على ده بنفس المنطق ده، تبدأ تبني في الناس. هو الفكرة إن أنت كشركة ما ينفعش إنك تكون بتتعامل مع الامبلويي اللي موجود على إن هو طول، فهيجي هو بيجي يقعد من 8 ل 5 ولا من 9 ل 5 وبيمشي. لأ، أنت محتاج تنفست في الشخص ده، محتاج انك تعلمه، محتاج انك تخليه ماتشنج معاك، لان هو اللي بيكبر المكان، هو اللي بينزل يشتغل في السايت، هو اللي بيواجه المشاكل. فلو هو مش على نفس الفيجن ومش على نفس الفلسفي، هيكون فيها مشكلة. لازم يكون الشخص اللي موجود ده عارف ان هو جزء من الاورجانيزيشن، ما هواش مش امبلويي. مبدأ الامبلويي ده ان انا باجي بعمل تاسك معينه بغض النظر عن وجهه نظري انا ايه ووجهه نظر المكان ايه، يعني انا بنفذ اللي بيتقال لي وبس، مش ده اللي المفروض يكون موجود. والفيجنز مختلفه والفلسفيز مختلفه، فلازم توجد نفسك في بيئه، البيئه دي انت اللي عارف تتعامل معاها. بمعنى في الكونستراكشن، في ناس مبداها ان لو انا ظهرت عندي اي مشكله بعمل لها سكيب وبكمل وبعدين برجع لها، بغض النظر عن الموضوع ده هيأثر على الشغل قد ايه، ما بيفرقش معاهم. هو الفكرة ان انا الموقع ما يعطلش ساعة، ده فكر ناس، مش هناقش صح او غلط، ولكن هما بيبدوا بيمشوا المبدأ ده. في حد تاني لا والله هو بيطبق برنسبل اللي احنا لسه متكلمين عنه، ان انا I will stop and fix علشان امشي بالدنيا مظبوطه. طيب مهندس راح اشتغل في مكان، هيمشي بانهي سيستم؟ لازم من الاول يبقى الفلسفي بتاعته
ماتشنج مع المكان، المكان حاطط الرول يا جماعة، ما ينفعش ان حد بكل صراحة يكروت الشغل، فخلاص ده سيستم ومبدأ الناس كلها بتتعامل بيه، ما ينفعش اجي اكروت انا الشغل. في ناس هي مزاج عندها مزاج، خلاص هو ما بيعرفش يشتغل الا كده، ده ليه مكانه وده ليه مكانه، ولازم لازم الناس تكون بتعلم بعض. لما بيكون في مشكلة، لو الناس بدأت تفهم ان جزء من دورك مش بس انك تكون صح، هو انك تنشر الصح، هيبدأ المشاكل اللي ظاهرة عندنا في الديزاين والكونستراكشن اللي معطلة حاجات كتير هتبدأ تتعالج. مش دورك انك بس تكون صح، لا، دورك انك برضو تساعد اللي حواليك، فده مهم جدا عشان القرارات لما تتاخد مظبوطة، والانفايرمنت نفسها تكون مظبوطة. لان لما يكون في كونفليكت والناس تبدأ كل واحد برأي، في ليفل معين مش هيتضر، لان هو اوريدي شخصيته اتكونت كتكنيكال، حتى ما عندوش أزمة لان هو ثابت على مبادئ معينه. ولكن في حد تاني لسه فريش، في حد لسه تريننج، طب ما انت هتظلم حد زي ده، لو علمته غلط هو هيكمل غلط. فعشان كده الفلسفه تكون واضحه والبرنسبلز تكون واضحه، وان الناس يكون في ما بينها كولابريشن، ما يبقاش كل واحد في سكه مختلفه عن التاني. طيب develop الاكسبشنال بيبل والتيم اللي هيكمل الكومباني في الفلسفي. طيب هو مبدئيا احنا حطينا فيجن وحطينا فلسفي وعندنا البوليسي بتاع الشركه وعندنا كل حاجه، بس هل الموضوع بيقف على كده؟ هو مستحيل، لا، احنا دايما عندنا continuous improvement، عندنا دايما auditing، عندنا quality control. مين اللي هيطبق الكلام ده؟ ما هو الناس اللي حطت السيستم ده عادي، يعني احنا ممكن بكره يضطروا ينقلوا لمكان تاني، لا قدر الله حد منهم يموت، عادي. فالكلام ده مين اللي هيحافظ عليه؟ لازم دايما يكون الموضوع بيتنقل من ليفل لليفل، ويبقى دايما التوب مانجمنت شايفين ان والله الناس اللي هتقدر تكمل الكلام ده فلان وفلان وفلان، لان الناس دي خلاص هي شويه وهيكون هم الاكسبشن ده، علشان المفروض ان احنا بنتعامل كتيم وورك، مش ان والله انا النهارده مانجر في المكان فانا ماسك في الكرسي ومش هسيبه ومش هعلم حد. لا، هو الموضوع مش كده خالص، هو الموضوع انك لازم تعلم حد، موضوع انك ما ينفعش تدخل بالمعلومه على حد، بالعكس انت المفروض تبدا تجهز تيم سكندري. تيم ده بيكون كونكشن ما بينك وما بين التيم الاصغر، وفي نفس الوقت بتديله تريننج، بتديله سبورت، بتخليه يوسع مدارك الشركه، لان هو كل يوم بيكبر، فلما يكبر يقدر يطور من الشركه. عشان كده ده الستاندرد اللي قلنا عليه، ان الستاندرد مش معمول علشان نقعد 100 سنه نشتغل بيه. الشركات اللي كان عند اللي شغاله كانت وشغاله كانت كويس جدا، ما بعيبش في اي شغل هم بيطلعوا شغل هايل، وعندهم مانيوال للكاد وعندهم سيستم للكاد وستاندرد. نفس الشركه دي لما هتيجي دلوقتي هتعمل شيفتنج للبن، هي عندها ستاندرد استفادت بيه اكس من السنين، عدوا خلاص. طيب ايه بقى الميزه انها كان عندها ستاندرد؟ انها هتمسكه وهتطوره، وهتبدا تشوف لو هي كشركه عامله سيستم مظبوط، هتبدا تشوف والله احنا لما كنا بنتعامل كات كان لازم عندنا والله الانوتيشنز بصوره معينه، دايمنشنز بصوره معينه، كنا بنستخدم كلر كودنج مريح الناس كلها بكذا، في حاجات ينفع نطورها، في حاجات طبعا نتيجه ان الشيفتنج كبير جدا مش هيقدروا يعني يستخدموها، ولكن في حاجات ينفع تتطور، فاللي ينفع يتطور ده نطوره، مش هينفع ناخد الستاندرد ده كله كده وده كاد ده قديم ده هنرميه. لا، مين بقى اللي هيطور الكلام ده؟ المانجمنت او المانجيريال ليفل اللي اخدوا القرار، مع الاكسبشنال بيبل، مع التيم الصغير. مفيش حاجه اسمها ان قرار ويتفرض على الناس كلها، لان كل فرد في المكان هو جزء من المكان،
ما ينفعش ان احنا ننجلكت وجود شخص، لان الشخص ده ليه انبوت، وانبوت يعني موتيفيشن، يعني تيم بيكبر، فده مهم جدا. البرنسبل 11 ريسبكت الاكستندد نتورك. بلاش ان يبقى الاستشاري لازم يبقى بيرفض للمقاول، والمقاول يرفض لو مين كونتراكتور يعني يرفض للصب، والسبلاير يبقى عمال يتحايل على ده وعلى ده علشان يساعدوه. هو احنا مش في خناقه، هي مش خناقه، وده اللي كنا بنتكلم فيه في الانتجريتد بروجكت ديليفري، ان ايا إن كان انت دورك ايه في المشروع فانت ليك انبوت، وانبوت لا يستهان به ومحتاجينه. طيب لو احنا هنتكلم كبم دلوقتي، الشركات الاستشاري تقريبا بنسبه كبيره جدا بقت عارفه ان في سيستم بم، حتى لو مش متطبق صح 100% ولكن عارفه. المقاولين نفس الكلام، الاستشاري مع المقاول عندهم جزء نو هاو. طب سبلاير، للاسف في شركات بعيده كل البعد عن الكلام ده. طيب انت من غير السبلاير ده هيبقى عندك مشكله، لان السبلاير ده هو الحاجات اللي هتتورد فعلا عندك، فانت محتاج انك تساعد السبلاير ده عشان يدخل في اللوب. لما نعمل سوشياليزيشن وكل الناس تكون بتتكلم سيم لانجوج، ده لمصلحه المشروع وده لمصلحه الناس نفسها. فبلاش ان انا والله انا كديزاينر بعرف خصم فريش مع المقاول. طب ما انت شغلك ده هيروح للمقاول ينفذه. طيب المقاول، انا ماليش دعوه بالسبلاير، انا كده كده هنفذ شغلي والاستشاري فاهمني وانا والاستشاري بيراجع لي. طب ما انت السبلاير ده جزء من اللوب، ازاي هتعمل له نجلكت؟ فلازم يكون في ريسبكت لكل النتوركس اللي موجوده. بلاش يتعمل سكيب او نجلكت لحد على حساب حد، لان في الاخر هي منظومه واحده، وعلشان تكون مكمل هي دي الفلسفه اللي احنا نرجع لها زي يعني اول واحد الفلسفي، انك عايز تعمل امبلمنتيشن. طيب الامبلمنتيشن ده انت محتاج كل الاطراف ان هاوس واوت، الناس اللي عندك في المكان نفسهم والناس اللي بره، فما ينفعش يتعمل سكيب لحد منهم. البرنسبل ال 12 هو انك جو اند سي. جو اند سي دي لما حطوها دي نتيجه ان جزء كبير جدا بيعتمد على انه يسمع لكن ما بيشوفش. يعني زي مثلا الموقع فيه كارثه، كذا تركب غلط او نسينا نعمل كذا ايا كان، فالقرار يتاخد دايركت من غير ما يكون اتعمل له اي ريبورتنج ولا اي ابديت ولا ادفايس. طب الموضوع ده كبم حله شويه بحاجه زي البيم 360، الفيرتشوال كونكشن، الحاجات دي كلها بدات تقول انك والله انا هشوف، بس انا هوفر وقت ان انا دلوقتي اقدر اشوف اللي موجود في السايت والناس تقدر تعمل ابديت للموديل وانا شايف الايفكت اللي عندي، فنقدر ناخد قرار مظبوط. بس احنا كده انا كده مش ما رحتش، لا انا كاني رحت، بس بقى في اختلاف نتيجه ان بقى عندنا اوبشنز احسن، ولكن مشينا بالطريقه المظبوطه ان احنا عملنا ريبورت، والريبورت ده ظهر عليه ابديتس، والابديتس دي بدات الانفولفد بارتيز تشوف، وبدانا ناخد قرار مظبوط. لكن ما اخدتش القرار لوحدي منفرد ولا بسماعة التليفون من غير ما اكون متأكد من الكلام ده. في طبعا ناس بتبقى خبرة كويسة جدا وبتنقل المشكلة زي ما هي 100%، لكن دول نسبتهم كام؟ ونسبة الناس اللي بتنقل مش بتنقل غلط ولكن بتنقل من واقع خبرتها، لانه ما بيبقاش لامن بباقي السيستمز كلها. لو حد تخصصه ميكانيكال ممكن ما يبقاش عارف ده الافكت بتاع الكهرباء ايه او افكت على الستراكشر ايه. فبلاش ان حد اكسبيرينس بتاعته في حاجه واحده ياخد القرار لحاجه هتاثر على الباقي كله، ولكن لما يتعمل الريبورتنج نستخدم الاي بي دي والناس كلها تكون انفولفد، يتاخد القرار ويطلع الادفايس. فاحنا كده استخدمنا جو اند سي، شفنا ما اعتمدناش على سمعة،
وفي نفس الوقت ال involved parties أخذت القرار، قللنا الويست ووفرنا وقت ومجهود وعلينا الكواليتي. ده ماتشنج مع برنسبل 13، ان مفيش مشكله ان الديسيجن ما يبقاش رابيدلي ولا immediately، ما يبقاش في لحظتها، ولكن استخدمت الديمينج سيستم، ان انا عملت بي دي سي اي، عملت بلان وشفت البلان دي هعمل لها دو، وهدو البلان دي واعمل تشيك واخد الاكشن. فيبقى انا عملت الاناليسس بتاعي كامل في وقتها. ممكن تحس ان الوقت اطول، لكنه واقعيا مش اطول، هو الوقت اقصر على الكومبليت بروسيس، مش على اليوم اللي انت اخدت فيه القرار، وده مهم جدا. اتحط زي ستابس علشان تقدر تشوف ازاي تعمل البي دي سي اي تشارت دي. اول حاجة كانت جو ان سي، اللي هي البرنسبل اللي كنا بنتكلم قبليه قبل كده. جو ان سي دي علشان تعرف تعمل ريبورتنج، يعني تقرير الحالة اللي موجودة. رحت لقيت ان الموقع صبوا ونسيوا يعملوا اوبننج، خلاص ده الريبورت، انت بتريكورد الحاجة. طيب لازم بعدها ابدأ اشوف الاندرلاين كوز، ايه السبب لحاجه زي دي. طيب هحل بقى ازاي؟ هحط سولوشن، بس هحط بدايل علشان ينفع تدرس مع بعض. نبدا نشوف السولوشنز دي تنفع. اوكي كل التيم تمام بيها، تمام. في سولوشنز تانية لا والله ده مش هينفع. خلاص نبدا نشوف بدايل، وفي نفس الوقت لازم نكون بنستخدم efficient communication tool. يعني بلاش، مش عشان التليفونات وحشة، بس هو التليفون مش بيوضح، لكن لو احنا قاعدين في حاجة زي الأوبيا روم زي دي والناس كلها موجودة وعندنا البروجيكتور وبدأنا نعرض الحاجة عليه وبدأنا ناخد القرار سوا، أكيد النتيجة هتكون مختلفة عن إنك تبدأ تشرح لحد حاجة وهو مش فاهم الكيس أصلا. عشان كده قلنا الفيجوال كنترول من الحاجات المهمة. آخر حاجة كبرنسبل هو إنك تكون learning organization وتكون بتعمل continuous improvement ودايما عندك continuous development. ما ينفعش إنك تقف عند حاجة وتقول أنا كده خلاص مش محتاجة أطور من نفسي. وأكبر مثال لحاجة زي كده اللي حصل في شركة نوكيا. نوكيا لما بدأ يظهر الأندرويد وبدأ يحصل ديفلوبمنت، الناس ما طورتش من نفسهم، لأن هو كان مقتنع إن هو في التوب وخلاص مفيش مشكلة. ما عملش continuous improvement، ما بكنش learning organization. اللي حصل إن هو حصل له dramatic decrease، والراجل لما جه كان بيبيع الشركة كان بيعيط على الشركة. دي مشكلة، العالم من حوالينا كله بيتطور، فما ينفعش إنك تقف وتقول انا خلاص كده بقيت تمام. لا، لان تمام دي بكره مش هتبقى تمام، ولو بكره هيبقى بعده. فلازم يحصل دايما دايما الكونتينوس امبروفمنت، وهتلاقي غصب عنك انك عشان تعمله بتعدي بالبرنسبلز اللي فاتت كلها. ممكن تكون البرنسبلز واضحه على الديزاين والكونستراكشن، بس مثلا ده اكزامبل هنا هو مثال عادي جدا يحصل. يعني شركة غيرت الايميل سيستم بتاعها وشخص متضايق وبيشتكي منها. طيب لما يظهر نوع من المشاكل دي تبدأ سلسلة واي. ليه؟ لأنه مش فاهم. طب مش فاهم ليه؟ لأنه ما أخدش تريننج. طيب ليه ما أخدش تريننج؟ لأن المسؤول ما عملش بلاننج مظبوط. طيب وهو ما عملش بلاننج مظبوط ليه؟ لان ما اخدش دايركشن مظبوط من الباس بتاعه. طيب ده ما حصل ليه؟ ده لان البروسيس عندنا بور. طيب هيفضل يكمل ليه لغايه لما يلاقي يوصل لمرحله ان عرفت ان المشكله الكور، خلاص عرفت حلها. هو ده السيستم المفروض اي مشكله تكون موجوده بيه. لما بتخلص المشكله لازم يحصل لها ريفلكشن على الستاندرد. حصل ريفلكشن على الستاندرد، يبقى احنا كده هنبقى ليرنينج اورجانيزيشن.
لان من كل مشكله بتحصل هو الستاندرد مش موجود علشان ما يبقاش فيه مشاكل، لا هو علشان كل مشكله تحصل نتفاداها المره اللي بعدها، فهو ده اساس الموضوع. خلصنا، خلص من كل الوايز دي، بقى عنده ريزالت، بقى عنده بروسيس اتحطت في الستاندرد ماشي بيه. الفيجر ده متاخد من التيوتا واي، من الكتاب نفسه يعني. دي كده البرنسبلز، عديت عليها بسرعة. طبعا كل برنسبل فيهم ممكن نتكلم فيه ساعة، لأن الإكزامبلز بتاعتهم كتيرة جدا. الكلام اللي في الناس اللي بتحب القراءة يعني، ده تيوتا واي، الكتاب شامل تقريبا كل حاجة، شرحه بسيط جدا يعني، هو كتاب حتى خفيف مش تقيل، ولكن فعلا فعلا قرايته هتبقى مفيدة جدا. لو في أي أسئلة في البرنسبلز دي هيتبان أكتر في الكيس ستاديز إن شاء الله المرة الجاية، هتبقى الكيس ستاديز، وهيبقى عندنا الامبلمنتيشن للبيم واللين مع بعض على شركة وعلى مشروع، فهيبقى عندنا التو اوبشنز موجودين. ودلوقتي بس لو في حد عنده سؤال أو حاجة. في حد بعت مش قادر يفهم معنى كلمة لين؟ كلمة لين ده طريقة مانجمنت هدفها إنك تشيل أي ويست موجود وتوصل للكاستمر ساتسفاكشن، هو ده المقصود بكلمة لين، إنك تحقق الحاجتين دول، إنك ما يكونش عندك ويست في الشغل بتاعك، وإنك الكلاينت بتاعك بتحقق له الكاستمر ساتسفاكشن. بتعمل بقى الكلام ده إزاي؟ ده عن طريق البرنسبلز اللي اتكلمنا فيها. فهو ده باختصار كلمة لين، يعني هي ملهاش ترجمة حرفية، مش مثلا زي يعني مش كلمة هنترجمها من انجلش لعربي، ولكن هو الأساس إن يكون المعنى بتاعها مفهوم. الكيس ستادي إن شاء الله المرة الجاية هيكون في كيس ستادي على مشروع، وكيس ستادي على الشركات. بس علشان الكيس ستادي تكون مفهومه كان لازم نكون فاهمين البيز بتاعها ايه، البرنسبل بتاعها يكون واضح. فلما نيجي مثلا المره الجايه نقول ان الشركه لما استخدمت البرنسبل الفلاني قدرت تغير كذا وكذا، ده عمل ريفلكشن على المشروع باكس، فيكون مفهوم البرنسبل. كان صعب جدا ان الكيس ستادي تتشرح من غير ما يكون في البريف ده. البرنسبلز احنا ما دخلناش في تفاصيلها، احنا عدينا عليه. الكواليفيكيشنز عشان حد يشتغل في حاجة أيوة. زي دي، ان يكون بس قادر يفهم البرنسبلز كلين، وقادر يكون فاهم البيم كسيستم، وقادر يعرف الكونكشن اللي ما بينهم ويختار المكان المظبوط. يعني دي من الحاجات اللي قلناها اول حاجة فيها، ان احنا يكون الفلسفي ماتشنج مع بعض والفيجن ماتشنج مع بعض. وارد جدا جدا ان حد يكون عنده البيزكس دي كلها ويكون قادر على انه يعمل الامبلمنتيشن، ففي الحاله دي ممكن يروح شركه ويغير سيستم الشركه ويشتغل فيه. لكن في شركات كتير جدا ما بتسمحش بالتغيير ده غير من يعني ليفل معين، من لو عندهم سكشن ار ان دي، لو عندهم ناس عن الديفلوبمنت، هم دول بس اللي بيعملوه. فانت مش هتقدر تروح المكان وتفرض عليه الفيجن بتاعتك، مش هتبقى ماتشنج معاه، مش هتبقى دي الانفايرمنت بتاعتك. وعشان توصل لحاجة زي كده محتاج تفهم اللين كويس، البرنسبلز بتاعته كاملة، كيس ستادز، وفهم البيم كويس جدا وسيبريت، وبعدين يتعامل الكونكشن اللي ما بينهم ده. علشان توصل للكونكشن ده تكون بس فاهم كل حاجة لوحدها، وبعدين تبدأ تربطهم ببعض. ما ينفعش بس ان يعني يبقى واخد الفريم بتاع الموضوع انترستد بيه وتبدا تفهم بيه من غير ما تدخل في تفاصيله، لانك كده هتبقى ما طبقتش انك تفهم الكيس كامله، فهتبدا تواجهك مشاكل اكتر بكتير من انك ما كنتش تطبقه. زي اللي بيستخدم، وده مثال مشهور جدا، اللي بيستخدم الريفت كتو دي عادي جدا، هو ممكن بيرسم لاينز عادي، ولكن هو ما استفادش، بالعكس هو ممكن يطلع الشغل بكواليتي اقل من انه لو كان هو اشتغلها كده. فدي دي حاجة مهمة جدا للي هيكون ناوي يدخل في سيستم مانجمنت وعايز يطبق اللين وعايز يربطه بالبام ويعمل الاورجانيزيشن بالطريقة دي.
المرة الجاية الأول هنتكلم على كيس ستاديز عشان نفهم منها البرنسبلز أكتر، ما تبقاش نظري تبقى عملي، وبعدها هنتكلم إن لو شركة عايزة تعمل السموث شيفتنج ده وتعمل بام ولين، فإيه الخطوات اللي تعملها وشرح كل خطوة منها. بص، هو في حاجة مهمة جدا، في حد بيدور على شهادات، في ناس بتحب تجمع شهادات كتير، تاخد كورسات كتير وتجمع شهادات كتير، وفي حد تاني بيبدأ يشوف ده هيرفلكت على شغله ازاي. اكيد الشهادة بتثبت قد ايه انت بروفيشنال في الموضوع، ولكن الموضوع مش قائم على الشهادة، هو الموضوع قائم على الاكسبيرينس، وان يكون عندك النو هاو فتقدر تعمل الكلام ده. الشهادة دي في أماكن بتقدرها وفي أماكن ما بتقدرهاش. في حد بيعمل اعتبار مثلا إنك تقدر تاخد تعمل ماجستير تعمل دكتوراه، وفي حد تاني الكلام ده بالنسبة له ما بيفرقش معاه ما دام أنت عندك النو هاو. فأوبشن الشهادات ده بيختلف من مكان لمكان ومن بلد لبلد، فده على حسب يعني الانفايرمنت اللي انت شغال فيها. ولكن في الاول وفي الاخر هي الشهاده بتبقى صوره اثبات انك حضرت، اثبات انك عرفت، اتليست سمعت. لكن الشهاده تاثيرها ايه على الشغل دي بتختلف من حد للتاني. الفرق ما بين الووتر فول مانجمنت والكونستراكشن بروجكتس واللين مانجمنت، هو كل واحد بيبقى ليه طريقة مانجمنت معينة. زي مثلا الأجايل ده طريقة مانجمنت، علشان ندخل في تفاصيله محتاجين حد يكون دارس أو فاهم الأجايل عشان يقدر يشرح الكومباريزن اللي ما بينهم. ووترفول أنا معرفهوش، بس أكيد هيكون في حد درسه أو فهمه فيقدر يدينا كلنا محاضرة فيه، ومنها نقدر نقارن ما بينه وما بين اللين مانجمنت. كل السيستمز دي هي سيستمز بتكون اتطبقت في مجالات وثبتت كفاءتها، فالناس بدأت تاخدها للديزاين والكونستراكشن، لكن كفرق واضح ما بين التو سيستمز انا ما اقدرش اقوله. السلام عليكم دكتورة سارة. عليكم السلام. أولا بشكر حضرتك جدا على المحاضرة القيمة دي، والله أنا استفدت جدا 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 منها مع إني لسه فريش جرادويت، بس يعني استفدت جدا 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 والله. أنا بس كنت حابب أسأل حضرتك، يعني أنا لو في شركة مثلا شركة مقاولات صغيرة أو متوسطة وحابب أبدأ أعمل لين مانجمنت للشركة، ايه التيم او المينيمم ممبرز اوف تيم بحيث ان انا اقدر يعني اعمل لين مانجمنت للشركة دي؟ هو الموضوع مش مرتبط بعدد، هو الموضوع مرتبط ببروسيس. يعني انتوا لو انتوا الشركة 3 افراد ولكن اتفقتوا على البروسيس مظبوطة، خلاص ال3 افراد هيطبقوا السيستم. شركة سكيل بتاعها 100، ال100 هيطبقوا السيستم. طبعا الوقت اللي بيتاخد عشان تحول للسيستم ده شركة 3 افراد او 5 افراد غير عدد 100 فرد، لكن في الاخر هو معتمد على بروسيس مش معتمد على عدد اشخاص علشان تحط السيستم. انا اقصد مش عدد افراد، انا اقصد يعني كمجالات، مثلا ك اتش ارنج، كبروجكت مانجرز، كبلانرز، يعني كسبجكت نفسه او كارير كده يعني. سيب السبجكت على جنب، سيب السبجكت على جنب، لانك في انت عايز تعمل كنترول لمشاكل عندك كتكنيكال. انتوا ما دام شركه مقاولات، زي مثلا انتوا مقاولات الكتروميكانيكال بس مثلا، فانت عندك الديسبلينز بتاعتك الكتريكال الميكانيكال البلامنج الفاير السيستمز دي، خلاص انتوا كشركه في السكيل بتاعها هتحط البروسيس بتاعتها. انت مش محتاج انك علشان تطبق سيستم زي ده يكون عندك كل الحاجات، لا انت بتطبقه على سكيل الشركة بتاعتك. عشان كده هو ليه فرايتيز كتير، واللي بيتعمل في سكيل شركة صغيرة مش هو اللي بيتعمل في سكيل شركة كبيرة. لكن المرة الجاية هنكون بنتكلم على جايد لاينز كل سكيل هياخد يطبقها على السكيل اللي عنده. تمام دكتور، حضرتك شوقتينا جدا للمحاضرة القادمة، يعني بصراحة يعني أنا متشوق جدا جدا ليها يعني، وبارك الله في حضرتك وجزاك الله خيرا عنها. الفرق ما بين السيكس سيجما واللين هو نفس الكلام.
هي برضو السكس سيجما لما ظهرت من فترة كان جزء منها متاخد من اللين، جزء متاخد من حاجات مانجمنت خاصة بيها كسكس سيجما. في الآخر هي طرق مانجمنت مختلفة. كان في كورس على بيم اريبيا كان عن البروجكت مانجمنت، بيتكلم مخصوص عن البي ام بوك، وكان فيها تفاصيل السيستمز واتنقلت ازاي والتراديشنال ميثود واتعمل لها ابجريد ازاي. فده كله للناس المهتمه بالبروجكت ككور بروجكت مانجمنت، انصحهم جدا بالكورس ده عشان يعرفوا حتى الفروق ما بينهم، ولما يجي يعمل سيلكشن لسيستم مانجمنت عنده يبقى قادر يختاروا ما بين حاجات مختلفه. لكن انا بتكلم مخصوص عن اللين لان هو الفتره الجايه هو اللي هيكون بيليد ده في السكيل اللي شفته، يعني نتيجة الحاجات الكومن الكتير اللي ما بينه وما بين البام، فبقى هو أكتر حاجة ماتشنج مع البام في الفترة دي. فعشان كده بدأ يتسمع عنه، بدأت الناس تدخل في تفاصيله، وبدأ الناس تهتم أكتر إنها تعرف عنه. في سؤال عن الورك سيتس بس أنا مش فاهمة السؤال، هناك طريقة أخرى يمكننا أن نعمل على ورك سيتس الريفت بدون استخدام؟ يعني حد عايز يشتغل على الريفت من غير ورك سيتس؟ هو السؤال قصده كده يعني؟ ايوه يا دكتور، هو عايز يلغي موضوع الورك سيت دوت. طب وليه؟ يعني ليه تتعب نفسك؟ جزء موجود في البرنامج عشان يريحك، كأنك بالظبط، هو مثال انا ما بحبوش بس هو بالظبط كأنك كده مسكت كاد وما عملتش لايرز وحطيتش كله على بعضه، هتقدر تستنجد يعني تفرق الحاجه ازاي؟ وطبعا الشتان ما بين الاثنين، يعني هو ما فيش وجه مقارنه. بس هو ليه؟ بص، دايما دايما الانسان عدو ما يجهل. فممكن مثلا تكون حد يكون لسه مثلا مش شرط انت بس عموما يكون لسه مبتدئ في الموضوع، فشايف ان موضوع الورك سيت ده سخيف جدا، بيحط حاجات على ينساها، يدلت ورك سيت يقفل. ف تتعب شوية عشان تشتغل صح أحسن مليون مرة من إنك تتعود على شغل غلط وتيجي في وقت يبقى مش هينفع. أنا لغاية دلوقتي لما بكون بشتغل على حاجة حتى لو بشتغل عليها لوحدي ومحدش هيشتغل عليها معايا، بشتغله سنترال فايل وبشتغله ورك سيتس، لأن هي بتسهل في الشغل. فما دام حاجة هتسهل نعملها، يعني بلاش إن مثلا ندور على الطريقة أسهل ونقول احنا ممكن نشتغل من غير ورك سيت. هو ممكن تعمل كل حاجه بس شوف نتيجه ده، وهنرجع بقى للبرنسبل من اللي اتكلمنا عليه النهارده، نتيجه الكوركشن ده. لو انت اشتغلت من غير الكلام ده وبهدلت الشغل، الكوركشن هياخد وقت قد ايه؟ في حين انك لو اتعلمتها وقسمت شغلك بورك سيت مظبوط وعندك ستاندرد، فانت عارف الورك سيتس بتاعتك المفروض تكون ايه وكل حاجه موجوده فين، انت اللي هترتاح وشغلك هيطلع مظبوط. بعد اذن حضرتك، انا متفق معاكي جدا، بس هو الفكره ان في الورك سيتس المشكله تكمن دايما في الريكوست. يعني بطبيعه الحال كتير من الزملاء بيسيب مثلا، مش بيعمل ريلينكش بعد شغله، فبالتالي بيفضل ماسك الورك سيت. بحتاج مثلا انا بعمل كوردينيشن او حاجه، مش بقدر اغير في حاجه غير لما هو يكون موجود او يعمل ريلينكش او يعمل جرانت للريكوست او كده. فانا كنت سمعت ان في طريقه ممكن الغي بيها الريكوستس، او ان انا الغي بيها استخدم يعني اشتغل من غير ما اعمل ورك سيتس. فانا كان ده سؤالي، فهل ده ممكن ولا مش ممكن؟ انا طبعا متفق مع حضرتك تماما. بلاش تعالج عيب يوزر ومشكلة أكبر. بمعنى إن هنحط مثلا في مانيوال الشركة يا جماعة، كل يوم الناس بعد ما بتخلص وهي بتقفل بتعمل ريلانكتش للورك سيتس، تمام؟ طيب اللي مش هيعمل، لا نساعده نفكره إنه يعمل. حد كده ماشي يا سيدي يا جماعة ما تنسوش تعمله. بلاش نخلي عيب يوزر يأثر على طريقة شغل، لأنك هتلاقي نفسك شوية بشوية عمال تقلل من الموضوع، يعني تتنازل 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 لغاية لما هتلاقي نفسك في الآخر اشتغلت 2D، مش بتستخدم الفانكشنز بتاعة البرنامج. فدايما خلي البيز إن احنا نساعد بعض، مش نحاول نعالج المشكلة بصورة تكبر لنا المشكلة.
ودلوقتي بقى باستخدام الاوتوميشن يقدر يتعمل زي بلاجن بسيط كده، ادن مش بلاجن، هو ادن صغير جدا، ان اوتوماتيك لما يجي اي حد يقفل اوتوماتيك يعمل ريلانكش. فتبقى انت استفدت انك عملت حاجه بالاوتوميشن، زي مثلا الناس اللي بتحب تحط الكاد جوه ريفت، تعمل لينك كاد، في حين ان معروف قد ايه المشاكل اللي اللينكات دي ممكن تعملها، وممكن تبوظ فايلات قد ايه. طيب ايه الحل؟ هل نفضل نستخدم الكاد، ولا نقول خلاص مش م... يعني خلاص مش مهم هنستخدمه، ولا نبدأ ندور على مشكلة عشان نعالج مشكلة اليوزر؟ ممكن نفكر بعض، ممكن نعملها زي رول في الستاندرد بتاع المكان، ممكن نستخدم ادن عشان يمنع ان اللينك يتعمل. نفكر بعض ان احنا والله عندنا موديل اسمه كاد لينكس، هو موديل ومعمول له لينك، اللي عايز يسحب اي حاجه كاد يرميها جوه ده ريفت فايل جوه الكادات. فدايما حاول تعالج المشكله بحل يساعدك، مش حل انك بتتعامل مع مشاكل اليوزر. كلنا بيبقى عندنا مشاكل، كل واحد باختلاف مشاكله، ولكن الحل ان احنا نعالجها، مش نبدا نشوف طريقه تزود المشكله. في حد بيتكلم على لين من بي دي اف، هو التيوتا واي، ده كتاب هايل جدا، ال 14 برنسبل، وفي كام كتاب تانيين انا ممكن ارفعهم كلهم على لينك وابعتهم، يعني المره الجايه ان شاء الله اكون رفعتهم كلهم، وفي بدايه المحاضره اقول لكم شير لللينك. حد بيسأل على مقارنة سريعة الفرق ما بين البيم واللين. هو البيم واللين مش داخلين، مش مهماش حاجة نقدر نقارن ما بينهم، ولكن البيم واللين هما الانتجريشن اللي ما بينهم هو اللي بينجح المشروع. ده اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت لما قلنا ان في البيم ليه بنفيتس واللين ليه بنفيتس، وكان في حتى تشارت هطلعها لك سريعا، شرط بتقول ايه الحاجات الكومن اللي خلت اللين يستخدم في انه ينهانس البان بروسيس ويكون افضل ويطلع نتائج افضل. هي دي كان فيها الحاجات الكومن اللي ما بين الاثنين، فخلت الاثنين لما يحصل ما بينهم انتجريشن في مكان يطلعوا نتائج افضل بكتير. ممكن مكان يطبق اللين لوحده، يعني يكون بيشتغل تراديشنال ولكن يستخدم اللين كسيستم مانجمنت، وفي مكان ممكن يكون بيطبق البيم سيستم البيم وبيستخدم اي طريقه مانجمنت تانيه ويبقى ناجح، لكن وجود الاثنين مع بعض في مكان ده اللي بيدي نتائج تبقى امبرسيف ونتائج اكسبشنال. عشان كده الترند دلوقتي او الاتجاه كله دلوقتي ان نستخدم الاثنين مع بعض.